شرفان سيدو استشهد على يد مسلحي بيدا، بقي مرمياً على الأرض حتى فارق الحياة. في 17 من آذار عام 2013 دهم مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي قرية قلمة التابعة لناحية راجو بعفرين في كردستان سوريا بطريقة وحشية، وبث الرعب والخوف في قلوب المواطنين الكرد نساءً وأطفالاً ومسنين بتهمة انتسابهم للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا. أصيب على إثر المداهمة الشاب شرفان سيدو، بقي مرمياً على الأرض من دون مساعدة حتى لفظ آخر أنفاسه واستشهد. هذه الحادثة ليست ببعيدة عن ممارسات بيادة، حيث شهدت مدينة عفرين كافة أنواع الانتهاكات من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي من استهداف المواطنين ومداهمة القرى وارتكاب المجازر. فمداهمة قرية شقلمة كانت بعد أيام معدودة من ارتكاب بيادة مجزرة قرية برج عبدالو في 8 من آذار عام 2013، ومن المجازر التي ارتكبت على يد مسلحي بيادة مجزرة الشيخو في ناحية شيا، مجزرة الشيخ حنان، ناهيك عن المداهمات وحملات الاعتقالات التعسفية بتهم واهية. يقول المراقبون بأن ممارسات بيادة بحق الشعب الكردي في كردستان سوريا ما هي إلا خدمة لأجندات أعداء الكرد، وحمل السلاح بوجه الشعب خير دليل على ذلك.